السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم طريقه كيكه جديده، انا جربتها اكتر من مرتين، والمره دي قلت بقى هصورها معاكم عشان اقول لكم على الطريقه بتاعت الكيكه الحلوه. بصراحه حلوه جدا وطعمها احلى من كيكه البرتقال الجاهزه اللي بنجيبها من بره. لا دي احلى واوفر طبعا واضمن من بره بكتير. انا هنا عندي 4 بيضات ومعايا فانيليا ومعايا بيكنج بودر، تمام، ومعايا هنا سكر، كوباية سكر، وهنا معايا نص كوباية او اقل من نص كوباية زيت، لان الزيت لما بيبقى كتير طبعا بيبقى مش حلو. ومعايا هنا كيس تانك، طبعا انا الكيس ده فضيته على الكوباية دي وقلبتها كويس جدا، ما ضفتش السكر لان احنا هنضيف طبعا سكر. ومعايا هنا طبعا 2 كوباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين، معايا 2 كوباية من الدقيق. لو الكيكه بتاعتي عايزه دقيق طبعا انا هزود طبعا، وانا طبعا هعرف اظبطها كويس ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو، انا معايا هنا جبت بقى العجان بتاعي، لو ما عنديكيش عجان او ما عنديكيش مضرب ممكن تستبدليه بالخلاط، بتضيفي المكونات السايله في الخلاط، وبعد كده في طبق بتحطي الدقيق والبيكنج بودر والحاجات دي كلها بتحطيها مع بعض، وبعدين بتقلبيها وبتطلع كيكه تحفه. انا مجربه قبل كده الخلاط، قلت بقى هجرب معاكم المره دي العجان، طلع تحفه بصراحه معايا. وعايزه اقول لكم ان انا عملت تورته وزوقتها وتحفه، كانت جميله جدا جدا، وان شاء الله مصورها لكم، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده هفاجئكم بيه. تورته جميله كانت جدا وطلعت حلوه قوي. عملت تورتتين، تورته بالكريمه وعملت تورته باللي هي عجينه السكر، بس طبعا بالكريمه بتكون احلى. زي ما انتوا شايفين هنا انا حطيت 4 بيضات وحطيت 2 كوباية السكر، وهبتدي بقى ايه اشغل العجان. تمام، هنا بس عشان الصوت انا هنا هحط الزيت، تمام كده، تمام. وهنا بقى هحط التانك، لو ما عندكيش تانك تستبدليه بمريندا تبقى تحفه، لو ما عندكيش برضو مريندا او اللي هو بيبسي برتقان يعني قصدي، او عصير برتقان، بس بصراحه بالتانك بتبقى جميله جدا، انا مجرباها اكتر من مره. هضرب بقى وهقفل الفيديو عشان الصوت. بعد ما ضربت بقى كل المكونات دي مع بعض، لو انتي برضو عايزه تستبدلي التانك او المريندا بكوبايه لبن برضو هتبقى كيكه جميله قوي، لو عندك برضو قشر برتقال، بس انا بصراحه مش عندي. انا هضيف دلوقتي بقى الدقيق، تمام، هي هتحتاج مني 3 اكواب دقيق، انا جربتها قبل كده. طبعا انا دلوقتي هبتدي اضرب، بس دلوقتي بقى هحط البيكنج بودر. تمام كده، انا خلاص خلصت الكيكه، دلوقتي هصبها في الصينيه هنا. طبعا انا دهنت الصينيه بتاعتي بزيت، تمام، وشويه دقيق، لو مش حابه ان انت تحطي دقيق برده براحتك، لو حابه مثلا تحطي ورق زبده برده هيبقى جميل جدا. اهي الصينيه بتاعتي، انا عايزه اوريكي بس مقاسها قد ايه. انا دلوقتي هصب معاكم الكيكه في الصينيه، طبعا انا مشغله الفرن، الفرن سخنه، الفرن لازم تكون سخنة عشان الكيكة تطلع مرتفعة وهشة، تمام. خلاص كده بقى الكيكه بتاعتي هتدخل الفرن، تمام، هعمل لها دلوقتي. الكيكه بتاعتي جاهزه انها تدخل الفرن، تمام، اول ما تخرج هتشوفوها معايا.
الكيكة خرجت من الفرن، طبعا زي ما انتوا شايفين مرتفعة اهو، هشة، ريحتها تحفة. هنا مكان الاختبار لما كنت بختبرها، مرتفعة ولونها جميل وريحتها جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين اهي، الحمد لله طالعة جميلة. من المكونات اللي عرضتها معاكم زي ما انتوا شايفين، هي دلوقتي لسه خارجة من الفرن سخنة جدا، هسيبها بقى تهدى شوية وبعدين هنقطعها. تمام، هقطعها كده معاكم. هطلعها معاكم كده زي ما انتوا شايفين الكيكة اهي خرجت ازاي، جميلة مرتفعة زي ما انتوا شايفين، هشة، اسفنجية، ولونها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تحطي لي لايك، واشوفكم بقى في فيديوهات جديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.